الحفل الكريم. يطيب لنا أن نلتقي وإياكم في هذا الحفل المتواضع للاحتفال باختتام مشروع، نعم بدي أحكي، الذي نفذته مجموعة من الأسيرات المحررات من محافظات طول كرم ونابلس وجنين، وأشرفت عليه جمعية تنمية وإعلام المرأة التام بالتعاون مع وزارة شؤون الأسرى والمحررين. نرحب بكم أجمل ترحيب مرة أخرى، ومع سلامنا الوطن الفلسطيني. تخريج دورة نسوية لأسيرات عشنا حياة الأسر وتجرعنا من كأس الألم والمعاناة، عشنا حياة السجن ودفعنا ضريبة الوطن والحرية والاستقلال تعبيرا عن عظيم الانتماء لهذا الشعب، انتماء لهذا الشعب العظيم الذي قدم الغالي والنفيس في سبيل الحرية والاستقلال. وعندما نتحدث عن الأسرى نتحدث عن أولئك الذين شكلوا وعلى مدار سنية الثورة مركز إلهام وإبداع ومركز إشعاع فكري وتنظيمي وسياسي. أهلا وسهلا بالحضور المميز مع حفظ الألقاب والمسميات. يشرفنا كتنمية وإعلام المرأة التام وبالتعاون مع وزارة شؤون الأسرى والمحررين وأن يتجدد عملنا مرة أخرى مع الأسيرات ضمن برنامج بدي أحكي، والذي من خلاله تستطيع الأسيرات المحررات استخدام الكاميرا للتعبير عن أنفسهن وما حولهن بطريقة إبداعية، والتي تمكنهن عمليا ونفسيا ومجتمعيا بطريقة ممتعة وتفتح لهن آفاق مختلفة. التدريب الذي استهدف أسيرات محررات من طول كرم وقلقيلية ونابلس كان تجربة رائدة ورائعة، ليس للأسيرات وإنما لكل من عمل معهن. بعد غياب طويل، بعد معاناة طويلة، وفي ظل الوضع الصعب الاقتصادي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، نجد أن هذه الدورات المختلفة سواء للأسرى والأسيرات تساعد الأسرى على الاندماج بالمجتمع، على إيجاد فرص عمل، أيضا يعبرون عن طاقات وإبداعات كثيرة يملكها هذا الأسير وتلك الأسيرة. ودليل على ذلك هذه الدورة في الإعلام والتصوير وإنتاج الأفلام، استطعنا أن ننتجنا فيلما مهما ومتميزا تحت عنوان أمهات مناضلات. وأنا بهذه المناسبة لابد أن أشكر مركز تنمية وإعلام مرة على هذا الجهد السنوي، ونحن كوزارة نتعاون معهم باستمرار. النضال الوطني غير مقتصر على الرجال، والمرأة الفلسطينية جزء أساسي من هذا النضال، وكل إنسان بتعرض لضغوط معينة والضغط الاحتلال والمعاناة في سجون الاحتلال هي تترك أثر كبير على الإنسان، ويجب رعاية كافة الأسيرات والأسرى، هذا جانب. وهم لهم حق وواجب كبير على كل مؤسسة وطنية وكل إنسان في شعبنا الفلسطيني، هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أنه إنتاج النساء الإعلامي اللي هم بيعبروا أكثر حدا ممكن يعبر على عن أنفسهم كأسيرات، رح يتم استخدامه في حملة
كبيرة راح يقوم فيها كاريتاس فرنسا لدعم الشعب الفلسطيني ومقاطعة إسرائيل. احنا في هاي الدورة ضمن مشروع أنا عم بدي أحكي في جمعية تنمية وإعلام المرأة تام، اشتغلنا مع مجموعة من الأسيرات المحررات، كانن 10 أسيرات من مختلف المحافظات الشمال يعني، اشتغلنا على تصوير ومونتاج ودعم النفسي، أنتجنا فيلمين بيحكوا عن حياة الأسيرات خاصة أمهات الأسيرات ضمن الأسر وكيف معاناتهم ومشاكلهم مع أبنائهم وغيرها. حكينا عن يعني مشاكل الأسيرات بشكل عام من نظرة المجتمع لإلهن، مشاكلهم في التوظيف بعد ما طلعوا من السجن، وحكينا كمان عن التحديات اللي عملوها الأسيرات لحتى يحصلوا على حقوقهم بعد ما خرجوا من السجن. كانت تجربة رائعة كثير، استفدنا منها كثير كثير، كانت يعني شغلة جديدة بالنسبة لنا التصوير، فأخذنا شغلات كثيرة، وكان نفسنا إنها تمتد لمدة أطول عشان نتمكن من التصوير والمونتاج أكثر طبعاً. والحلو فيها كان إنه اجتمعنا الأسيرات كنا مع بعض وكان جو كثير ممتع، كمان إنها بتساعدنا إنه نلاقي فرص عمل برضو إلنا إحنا كأسيرات عشان نحسن الوضع الاقتصادي إلنا وتكون خبرة إلنا وفائدة إلنا.